سلام البنات، من تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم البنات غنشارك معكم واحد الفيديو اللي كنتمنى يعجبكم. واول حاجه اللي مازال مشتركش عندي في القناه، والبنات اللي مازال ما كيوصلوهمش جديد الفيديوهات اللي كنحط، دخلوا تابوناو البنات وضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد فوق ما حطيت شي فيديو، يوصلكم نتوما الاولين. ومرحبا بكم معايا كاملين، واكيد ما تنساونيش بواحد جيم هكا باش تشجعوني ونزيد نعطيكم اكثر. المهم هذا النهار البنات تكون فايقه بكري، تقريبا فقت معايا شي 6 ديال الصباح. نط اول حاجه بديت بها وهي الروينه. كانت عندي الدار شويه مرونه، فنط كنجمع كنقي الدنيا كنحاول هكا نجمع هاد السيجور هذا فاش كنا جالسين. هذا البنات ولينا كنجلسوا فيه بزاف هاد الايام، كناكلوا فيه وكل شيء. ادم حتى هو كيبقي يلعب بالالعاب ديالو هنايا، المهم تنخليه على راحته وصافي. المهم هاد النهار غادي عندي ان شاء الله صاحبتي، صديقه ديال الطفوله، شحال هذا ما تشوفنا وما عمرها صراحه جات عندي، اول مره تجي عندي لداري. فدائما كتقول لي ولا كنديروا بروغرام باش غادي نتلاقاو ولا فاش غادي عندي، وتيكون عندها شي خدمه وبعض المرات يخرج ليها شي حاجه. فاليوم عاد كتاب باش غادي نتلاقاو ان شاء الله، فقلت نشارك معكم هاد الروتين كيفاش غيدوز. اول حاجه كما شفتوا معايا راني جمعت هنايا، بديت كندوز هكا لاسبيراتور على الزربيه، وعلى عندي واحد الديفو البنات في هاد الزربيه هادي، داك الريش ديالها ولا داك القطن ديالها بحال كيتفرتت، يعني فاش كنبقاو نوطاو عليه بزاف بحال كيتفرتت هكا شي شويه. ما عرفتش الصراحه واش زعما هكداك خديناها اولا، حيت ماشي بزاف باش خديناها، يعني مازال جديده فما صدقاتش ليا زوينه نهائيا. المهم هنا كيما شفتوا معايا دائما كيخصني ندوز عليها اسبيراتور واخا تكون زعما نقيه باش نجمع غير داك الخمله اللي كتفرتت منها. ان شاء الله غادي نبدلها من بعد. بالنسبه لهنايا بزاف منكم اللي قلتوا لي فاطمه حيدي داك الشاريوم من حدا دوك محدا السيجور وحطيه في الجهه الاخرى. انا درت بكلامكم البنات، هذيك البلاصه اللي فيها دابا الشاريو كان فيها ديك اللي كيكون فيها سبيبطات وسنادل وداك الشيء، فحيدتها من تما ودرت بلاصه داك الشاريو وحطيت هاد الطبيله هذه الصغيوره. هذه كنحطوها هكا غير الا بغى ياكل ادم شي حاجه اولا، اما ان شاء الله من بعد قلت غادي ناخذ شي طبيله هكا تكون صغيره نحطها هنايا، ما بغيتش نعمر صراحه بزاف. وحاجه اخرى قلت لي كحزي شويه هاد الزدادر على حساب الدروش، وفعلا البنات راني قلت لكم غادي نكحزهم ان شاء الله غير تنجيب السداري الاخر ولا هذاك اللي كيتحط عليه البونجا. فمني جا راجلي تعاونت انا وياه وجبناه وكحزناه هكا شويه على الدروش، خلينا السباس فين اللي بغى يطلع شي واحد. كما كتعرفوا اصلا انا ما كنستغلش السطح يعني بزاف، غير كنشر فيه وصافي حيت مازال ما مصلح هذا، فكنقول زعما ماشي مشكل ان شاء الله من بعد مني غادي نصلح الدار الفوق فاكيد هاد السيجور غنحيدو من هنا وغادي نعاود نرد هذيك صاله مونجي، غير هي حتى نصلحها مازال صراحه ما لقيتش ليها الحل، ومازال حتى ما ديتهاش عند شي حد زعما اللي يشوف ليا كيفاش غادي ندير ليها. المهم خليكم معايا غنشارك معكم هذا النهار كيفاش غادي يدوز، غادي يكون فيه بزاف ديال الحاجات، وخليكم حتى لاخر الفيديو. المهم البنات عاد ساليت، درت حتى هذا، درت حتى الخبز هو الاول حيدتو عليا فصايبته مع الصباح بكري. هذا مرا يلا شويه هذا باش فاق، يلا باش نوجد ليه الفطور تسمعوه قال لك جاني الجوع. المهم يلا شويه باش فاق خليته كيلعب. بين ما طيبت هكذا هاد الخبيزات درتهم بالجنجلان وهذا شنو سميتو سانوج، درتهم هكذا ودرتهم كبار شي شويه، المهم في القياس ما كبرش بزاف، ودرت جوج طاوات باش هكذا نتغداو بهم. قلت حسن من ناخذ زعما الخبز ديال الزنقه، وشحال هذا ما كليت الخبز ديال الفران، فداكشي اللي صايبته اليوم صافي غادي نخليهم تيبردوا تقريبا ونجمعهم في شي هذا في شي زبيب باش يبقاو ليا رطبين. ودابا غادي ندوز نوجد الفطور خفان زربان دغيا انا وادم، نفطروا ونتلاقى معكم من بعد.
البنات تقريبا ساليت كل شيء. الدجاج ديالي ها هو البنات راه طايب، درتو في هذه القصريه هكا باش حتى برد وغطيته بهذا الزويف. وهنايا المريقه كاينه في الكوكوت، هنايا البنات الصفه شتو ديجا هذا طيبتها وخليتها هكذا حتى نبغيو نعاود نسخنها. هنا دايره الزيتون كيطيب صافي، وهاد البصل دايره فيهم اللوز وكاوكا وقليتهم باش هكذا نزين بهم الصفه ديالي. وباقي ليا شويه ديال الوقت، دابا غادي ندوز باش نوجد راسي نبدل عليا ومن بعد نتلقى معكم. المهم البنات عاد ساليت، نقص شويه التلفازه بغيت نقص وانا نحيدها كاع. المهم بدلت عليا، لبست غير هاد القنيطره وشعري غير جمعته بالبونطو حيت غيضروا نجيني لا زعما كي خليتهم نطلق للقدام. صافي تقريبا وجدت كلشي، نوريكم الدور هكا نوريكم طبيله هاد الفطور راني حاطاها. كنتسنى غير صاحبتي ما بقى لها والو، دخل عيطات ليا قالت لي انا قريبه للدار. المهم غادي دابا نفطروا مجموعين. غتسولوني على ادب، يلا جات عندي اختي فوزيه قالت لي غندي الدراري العشيه زعما للبارك وهذا. قلت لها درتي فيا خير كبير. قلت لها اليوم والله ما مساليه باش نخرجوا ولا ندير شي بلاصه. قلت لها عرفتي شديري دوزي عندي ودي معاك ادم حتى هو وديوه خرجوه معاكم. صافي يلا يلا شويه هذا باش مشى، والله العظيم عرفتو راه فرحان. قلت ليه باغي تجلس معايا ولا تمشي؟ قال لك لا ماما باغي نمشي نلعب. صافي جات عندي اختي بدلت لي حويجاتو وصيفطو معاهم هكا حتى هو مسكين يلعب شي شويه ويدوز النهار. المهم قلت لكم حتى العشيه الا ساليت بكري غادي نمشي نلحق عليهم وصافي. المهم هادشي اللي كاين. دائما البنات انا فاش كيكون عندي شي عراضه ولا شي حاجه في الدار كنبغي نكون مكونسونطريه بوحدي. صراحه حتى ادم بعض المرات الا كان باباه راه كيشدوا ليا، وراكم عارفين الوليدات الصغار كيبغيو ينقزوا كيبغيو يلعبوا، ماما زعما هما ما كيرتاحوش في داك الجو ديال انك تبقى جالسه وغير مجمعه وهذا. صافي فمن الاحسن قلت نصيفطو معاهم منها حتى هو يلقى خاطرو ويلعب شي شويه، ومنها حتى انا نكون بخاطري. المهم تقريبا وجدت كلشي. هادشي علاش كي يقولوا الفياق بكري بالذهب مشري، والله البنات ما كيدبوش. عرفتوا زعما كون ما فقتش بكري هذا النهار ما كنت غندير حتى شي حاجه، ولكن تقريبا مع 6 الصباح راني فايقه وجدت كلشي بخاطري على تيساعب شويه عليا ما مزروبه ما حتى شي حاجه. زعما ما وجدتش شي حاجه قبل بنهار من غير انه الدجاج وداكشي هو اللي شرملته قبل بنهار وصافي. المهم غيبان لكم داك الفيديو درت الدجاج وهذا الفيديو درت الدجاج، ولكن بيناتهم البنات راه واحد اسبوع تقريبا عاد كلينا الدجاج حيت راكم عارفين انا زعما ماشي من محبه ديال اللحم بزاف، ولكن الدجاج كنموت على الدجاج محمر، فدائما في اي مناسبه كنبغي هو يكون حاضر. وهذا الشيء اللي كاين. المهم فيا الموت دجاج بيني وبينكم، ما فطرتش من الصباح، شربت زلافه ديال الحسوه ادم عطيتو يفطر، ولكن انا صراحه ما فطرتش. كنتسنى دابا غير صاحبتي ونقص نفطر ان شاء الله. المهم البنات بقينا شادين الجماعه هاك بالك. جات عندي صاحبتي حتى هي دخلت على الكوزينه، انا اللي جا عندي كيدخل معايا الكوزينه. درت الطابليه البنات، ها نتوما درت الطابليه ودخلت يبان لكم الدجاج هنايا. يلا حمرت الدجاج ودابا كنتسنى غير المريقه تسخن ليا وغادي نحطوا الغداء. المهم نتغداو. المهم اللي درتها راه اكيد غنشاركها معكم وخليكم معنا. درت هي الغديوه ديالنا. المهم صاحبتي كما قلت لكم راه دخلت على الكوزينه، بغيت نعرفكم اليوم على صاحبتي. صاحبتي ديال الطفوله. البنات اللي بغات شي حاجه راه صاحبتي خياطه كدير لي موديل كاملين، ومنهم هذا الموديل اللي لابسه عتو عجبتني، هذه القبيه اللي لابسه كتصيب العصري التقليديه كاسم، ولكن العصري بزاف العصري بزاف. المهم نخلي لهم لمرتك هنايا اللي بغات شي حاجه. البنات راه كتصيب كما قلت لكم اي موديل عندكم ولا شفتي فشي بلاصه وبغيتي بحاله راه كتصايبوا لكم. غنخلي لكم مرتها في صندوق الوصف. ومرحبا بك اختي وقبلي علينا. المهم صحاباتي الاخرى ما نقدرش نبينهم لكم حيت ما كيبانوش، كتسمعوا غير صوتهم. يلا اختي مرحبا بكم. المهم البنات عاد تغدينا
ودابا نوريكم الكادو اللي جات لي صاحبتي. شكرا بيضا، شكرا بزاف. سالت اكثر من الله يرضى باقي كنشد الكادوات كل فيديو البنات غنوريكم كادو غيوصلني. سالت اكثر حيتاش انا اللي درت لافوت، انا اللي درت لافوت وما جيتش في الوقت. جبت لي واحد الفلوغ. يا سلام والله الا شحال هذا باش ديت الورد. شحال هذا؟ شكرا. وحاجه اخرى بحال هادي واخايه نفسيه بحالها عرفتك البرد. اصلا عجبتني، اصلا عجبتني. هانتوما البنات بحال هاد القبيه اللي لابساني، غير هي في الكحل هذا، الكحل والكري فيها الكري والابيض وفيها حتى هاد اللون. شكرا الله يعطيك الصحه والله الا سالي بزاف كثر من داك الخير. شكرا. لبسها لا مرحبا الله يا ودي، حتى لبسها البنات ونوريكم كيفاش جاتني في اللبسه. زوينه سخونه غتجي زوينه. المهم حتى لبسها ونشاركها معكم ان شاء الله في شي صوره في الانستغرام. وشكرا بزاف بالصحه والراحه انت تستاهلي اختي. دابا قال لك مني كتشبه لك اش كتقول الراس غني اختي. دابا غنطلقوا شي كاسيطه ونعطيوها الشطيح هاك بالك ضروري ان شاء الله. يلا البنات من بعد نتلاقى معكم. انتم البنات غير تغدينا، قسنا واحد شويه وعيطات لينا صاحبتي اللي ساكنه حدايا، قالت لينا والو جو ديروا عندي الكوتي. شكرا اختي على العراضه، حتى انا وليت معروضه. لا انا وليت ماشي غير انت اسئله، حتى انا وليت معروضه. مرحبا بك الله يا ودي. المهم البنات ما صورتش لكم مازال صراحه، يلا شويه هذا باش مشاو صحاباتي، دوزنا واحد النهار زوين بزاف عرفتوا، تكرر ايام الطفوله. المهم بغيت غير نصور لكم بالنسبه للقبيه اللي جات لي صاحبتي، وكما قلت لكم راها كتبيعهم وسخيخنا يا البنات وزوينه، كتجي زوينه في اللبسه فيها القب بحال هكا. المهم انا لبستها غير باش نوريكم كيفاش كتجي، لبستها هنا مع سروال الكحل بحال هكا، كتجي عريضه ها من هنا فيها الجيوبه كتجي زوينه ان شاء الله. راه غندير بها شي تصويره ونخليها لكم في الانستغرام باش تشوفوها هكذا وصافي. هادشي اللي كاين البنات، المهم غنسد معكم لا فيديو هنايا، نضرب لكم موعد ان شاء الله الفيديو الجاي. وبسلام عليكم.